عندما نريد أن يكون الطفل دائماً قريباً منا، فإن أرجوحة فلو ستكون مفيدة. إنها مملكته من المرح والمكان الذي سيتعرف منه الطفل على العالم. هناك نوعان من الألعاب في انتظار الطفل، إحداهما ذات أذنين ومقابض قوية، والأخرى تعمل كخشخشة. يمكننا بسهولة وضعها على مسافة مثالية للطفل، وهذه فقط البداية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة مستويات من التأرجح. في المنزل يتم تشغيل التأرجح بواسطة الكيبل المزود، وفي الرحلات يمكن التشغيل بالبطاريات. الهيكل خفيف، لكن التأرجح المستقر وحتى القوي لن يؤثر عليه، وهو يتمتع بقوائم غير قابلة للانزلاق. بفضل إعدادات الساعة الذكية، يمكنك تحديد ما إذا كان يجب تشغيل الكرسي الهزاز لمدة 10 أو 20 أو 30 دقيقة. بعد هذا الوقت سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً. الآلية تعمل بهدوء شديد. لدينا أيضاً 8 ألحان وأصوات الطبيعة الهادئة في متناول اليد. إنها ممتعة للعب، ولكنها يجب أن تكون آمنة أيضاً. هذا هو السبب في أن الأرجوحة لديها أحزمة أمان ذات 5 نقاط مع وسادة وقفل هزاز. ستجعل كل قيلولة متعة أكثر مع هذه الوسادة الناعمة والمرتبة المريحة. إن أرجوحة فلو خفيفة للغاية، بحيث يمكنك رفعه بسهولة وأخذها إلى الشرفة على سبيل المثال. ستكون هناك ألعاب بالداخل مع الطفل، ولن تستطيع الحشرات الدخول. يا لها من راحة! يمكن إزالة الغطاء بالكامل لغسله. عند طي الأرجوحة بالكامل، يمكن تخزينها بسهولة في أي مكان بالمنزل، لكن في الوقت الحالي ما زال طفلك مشغول.